اسمه مزيان سيزون سا سيزون سا والله هيلا عبد سيسما لي ميسيون اسمه مزيان سيزون سا هيلا والله يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة والله قاعدك تشوف في برشا حاجات كيما بسا كي تبدا قاعدك هيك وحدك وحدك فجأة تقول له 31 329 تسمع التليفون هاني نشط لك في السيد المخرج اليوم الطقس بير تقول صوابح وتصباح جامدة هاك باش تبدا خفيفة على الكونسول فهمتني بارك الله فيك هاي يا جماعة باش نمشيو للفقرة المزيانة العزيزة اللي نحبوها الناس الكل اللي نسمعوا فيها حاجات الله اعلم ان كنت بحلم قال الفاهم ها هاي الربريك ليزان سوليد ليزان سوليد حاضرين حاضرين انسوليت سيبا انسولين وسيبا انسوليد الاخبار فقط معناها فهمتي شو لاعش بنتي اخباركم ان شاء الله تكون حاضره اخباركم ان شاء الله تكون شيقه وممتعه والبدايه بمريم يا سيدي جيتكم بخبر موش من بلاد موش من حاجة تفرجت عليه البارح في الامسيس يا سيدي اش قال اش قالك قالك فما بلاصة اش قالك اش قال عليه فما بلاصة عملوا هكا ايميسيون مزيانة على الاخر أه؟ وقالك فما بلاصة يكرهوها العبيد الكل بلاصة يكرهوها العبيد الكل تمشي لها اون ديغي ماشي الحبس رسولة هذي مش الحبس وين البلاصة دي هي انت قل لي وين شنية البلاصة هي والله ما نعرفش ما عنديش بلاصه تكرهها ما تحبش تمشي لها ما عنديش بلاصه تكرهها فما الروضه قبل ما نحبش نمشي لها ما نعرفش علاش دي تقرب دي تقرب بالحق كريش مدرسه مدرسه ابي مش كان راهو في الاني في مخي كان احنا التوانسه تبدا تدعي تقوم الصبيح تبدا تدعي يا ربي ان شاء الله ما تجيش يا ربي ان شاء الله ما تجيش يا ربي ما نحبش ليه ما شاء الله ما نقراوش سنطلع موروث ثقافي عند العالم الكل عند العالم الكل عند لي أمريكان عند لي فرانسيس العرب العبيد الكل عندهم تقوش عليه ماشي الحبس باش يقرا غاغمون وين تلقى واحد فرحان كان اللي يبدا مش فاهم اللعبه يبدا في الروضه هو اللي يمشي فرحان معناها يشوف صحاب جدد وكل سينو في المدرسه تقوش عليه ماشي الحبس وائل شرايك شكرا هذا راهو بدلوا له المود ولا بدلوا البيلاته بس ولا بدلوا الجمله سي مروان بار كونتر راهو معناها خلينا نسمع ونعطيو ميساج باهي للصغيرات وحط الوليدات اللي قاعدين يقراو لانه معناها المدرسه ما تمثلش السجن بالاساس ولكن ديما البرامج exactly. التربويه والساعات الدراسه اللي ديما كل مره نقعدوا نحكيوا عليها المعبيه برشا هي اللي تمثل هاجس كبير بالنسبه للصغير ولا للولي وحتى الاطار التربوي تحيه لهم زاد برشا ساعات تاع دراسه برشا وقت كرتابه معبيه برشا كرارس والمحتوى ما زلنا ما وصلناش الحاجه بها حتى كمشينا بالنظام الكفايات اللي بدينا نقريو به وقلنا باك تتحسن ومش نمشيو بساعات دراسه الصباح والعشيه نعملوا انشطه وباقي شيء ان شاء الله على القليله ينظروا لنا وناخذوا تجارب حتى من الدول الاسكندنافيه اللي قاعده تعمل في الدراسه سبتو المدارس اليوم تتصور يا مريم ويا زملائي ويا طلوس سنه اولى وسنه ثانيه يستريسيو فيه بالامتحانات شنو عدى البارح وشنو عمل صحيح. سنة أولى وسنة صحيح. ثانية مازال يكتشف الصلصال ويكتشف التراب ويكتشف الهواء وشنو جاء شنو عدى ويقريوا فيه في تدارك سنة أولى وسنة ثانية يقرأ في دروس تدارك أنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تعدى الأحوال أهم حاجة يعني معناه بالحق أولويات الكبيرة راهو هو الإصلاح الدراسي في تونس إن شاء الله ينظروا لها بعين الاعتبار نصلحوا المنظومة التربوية شكرا برافو على المساج نتاعك مروان بالحق معنا وفيت وكفيت معنا ما نقولوا بعد هاتك صح هاي ليلى جيان ناسكم تطول للفرنسا وللهمهامة أيوة يسيدك في فرنسا بالضبط وتحديدا في ليون بيتزا دخلت الموسوعة جينيس وعليش علاش دخلت الموسوعة جينيس ما خنكمل خنكمل علاش تقص عليا طلوس سامحني كان خلقت كمل تفضل قالك بيتزا دخلت الموسوعة جينيس وعليش حطمت الرقم القياسي في الفرماج اللي فيها 257 نوع من الفرماج هو نورمالمون قالك عملوا بفرنسا 254 نوع في الفرماج ما هذه طيحت الرقم القياسي 257 نوع تصور انت بيتزا تاكلها بالفرماج 257 نوع والله الحق ما تبشم الفرماج يخرج من عينيك من خشمك من فمك وتيح الدوخ ايش رايك يا مروان انت بيت زاير وتفهم يعني الفرماج ما نحبوش وتعرف عليه الفرماج والبسباس والسبناري يا ضمرة ماري مش قولوا في كابت البيتزا دي والله جمادة ماض معناها ماش
وينجموا ياكلوها بتيت. والله ما نعرفش ما نتصورش هو راه تاكل مرسو ساعات معناتها ما عند بيتزارية معتبره يفرح بيك تلقاه لازم يعرفك صحيح. سينو تبدا الفرماج عرفت تعطيه الشايح يبدا فوق البيتزا كيما اللي تعملوا حياه ربي يفضل حياه بيزو ما راهو البات نتاع البيتزا على ذكر امي ربي يفضلها اقسم بالله خمسة ولا هي 7 سنتي صحيح تبدا اعلى من كلها مش تشبعك مش تشب مرسو برك تاكلها وتتكى نسيت حاجه تعرف سعرها قداش 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 تقول وي قداش 57 نوع فخماش حطمت الرقم القياسي قداش سعر 7500 50 يورو 165 ألف 150 يا رخيصة رشا سريعة سريعة حاجة همنا الفلوس أنا بصراحة ربي يخليني أكل بيتزا نتاع حياة بيزو رشا بصلوا معدنوس وتشبع وتشبع تلقاه أطول من سور الدار وماهيش مثلثة من فضلك مستطيلة ماهيش مثلثة مستطيلة والحق هذا باري ديما البيتزا نطيبها في الدار ديما سياكا الرؤية مستطيل وساعات شكل مش مفهوم وديما حرجه راهو عالي ما تنقز من صح داركم يسلك شات تنقز فوق البيت عادي تنتحر وديما شايحه ناشفه هذيك حاجه ما فهمتهاش علاش من فوق بلينه راهي من فوق الفوق بلينه من فوق بلينه صح تقلها من فوق وتخلي القرقوش صحيح تقعد ما تقربش فيه تقولي والله بنين الساعه كاكي محروه محروق شادت في الطبق كان قلعت وتقليع حسن انه ندائي لخونا سليم اكيد في فرنسا نجم يجيبها لنا البيتزا ونذوقوها معنا اي فوالا كعبه سير ومورسو بيتزا ما فيها حتى عيب خونا سليم عجبتني خونا سليم صحيت اكد لي على خونا سليم شوي ولي احنا ما هو خطيبنا خليني الحقيقه صراحه انت واخويا ما نفهمت ممكن عارف بعدي ولي حبيبي وقلبي فهمتك خشيبي هذه من بعض من الانسولين شكرا شكرا لا جوست لاحظت الفرق ما بين تونس وفرنسا اليوم عندهم فرماج واحنا عندنا الفرماج نقطة مهمة والله بارك الله فيك التوانسة الكل يقولوا فرماج صحيح فرماج هي فخماج 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 راه ماشي نعمل فخماج والله يا وائل سبحني معناها تدخلك رشيق فما شكون يقول فرماج والله مع احترام بالله باكو فرماج خويا يعطيه الصح ويعجبوني كي يبداو ينزل جبن ينزل عليها جبن 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 فما جبن كي يلعب فيها رقي هكا جبن كلينا بالجبن بل جبونات ملا جبونات فيها عجبتني جبن الحق فقره تعمل سيستم والله برشا كل برشا كلمات قاعدين نبدلهم كيما الكانون نقولوا كينون كين جازوزة نقولوا جيزوزة على واحد حبيب صاحب وائل ديما قبل يقول كيكيوية صحيح خونا كيكيوية بالله ها يا سيدي سي مروان بعد الجبونات وبعد الفازات اش عندك ما تقول يا خويا؟ يعني ماني قررت عندي مده باش ننقلب على الفقره. اي بعد معناها مشيت لك الغرائب المره ذي باش نحكيو على سيكولوجيا البشر. الله مصلي على النبي. السيكولوجيا ذي بدات مع كارل يونغ عام 1910 اللي جات حظ افكار سيغموند فرويد في اللاشعور. ومنها انت لقي لحاجة اللي بدا يحكي عليها سي كارل يونغ اللي هو يحكي على الوسواس القهري والتحليل النفسي بصفة عامة. احكي على انه التواضع عند البشر كي تبدأ متواضع وانسانك سكوتي كل شيء بمفهوم نقولها في العامية بين قوسين يركبوا عليك يعني يحسوا وكأنه ضعف منك تولي ضعيف بالنسبة له. باركونتر اللي يبدأ قاسي وعنده اللامبالاة يحترموه ويخافوا منه ويقدروه. هذايا اللي معناه اللي حبيت علاش اني جبت نحكي هكا لانه بالحق ولات موجوده برشا. التواضع اللي كان هو معناها شيما محلاها موجوده عند الانسان اليوم ولات معناها وكانها تجيب له وبال من ال من ال من الشر ولات حاجه خايبه ولات حاجه مستبعده. يقول لك اخويا نتواضع انا يعني معاهم نتحقر ونتعفس معناها حاجه من يتسنط وبينما هكا اللامبالي والقاسي واكيد اللي يسمعوا فينا ولا حتى من هنا ساعات كي عبد يبدا يعمل لك في عماي تحقره وما تجاوبوش يزيد يقدرك. وفما ناس اخرى اللي تبدا متواضع معاهم وباهي ومسايس وكل شيء يقول لك هذا ضعيف هاي خلينا نزيد عليه. وجس حبيت نمرر هالكلمتين هذوما وحكيت على سي فرويد وعلى سي كارل يونغ باش نقول اللي الانسانيه هذه في حاجه الى كل المفاهيم من تواضع ومحبه وشعور واحاسيس وكل شيء. خليونا يا اخويا نعيشوا بعضنا متحابين ونتجاوزوا هاك الاشياء هذيك وان شاء الله نهاركم زين. ولا يعطيك الصحة برافو. نحب نعقب على مروان ونقول له افرش تلقى ما تتغطى ورخف تلقى ما تكبس. سي وائل تفضل عقب. شكرا.
شكرا. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. موضوع مهم جدا، مهم جدا ومحتاجينه اليوم في حياتنا. كان نوصلوا نطبقوا منه حتى 50%، صدقني تنعيشوا في الهناء والرخاء للعنكوش. 50% هاكا مش 100%، ما يسالش درجة درجة، الواحد يتحسن ويتطور. هو زاد زميلي طلوس، نشجعوا الناس كبار وصغار براو اعملوا الفن. وخاصة المسرح، يعني تو برشا من زملائي قاعدين يقولوا لي ماكش قاعد تحكي برشا على المسرح، نقول راهو المسرح مدرسة حياة قبل ما يكون تمثيل. أكيد. رانا في المسرح نتعلموا حتى كيفاش نقفوا في الشارع، كيفاش نتبسموا، كيفاش نركبوا في الكار، كيفاش نتحدثوا، مش بالضرورة تمثيل. ومش بالضرورة كي تمشي تنشط في نادي مسرح ولا تدرس مادة تربية مسرحية أنك مش تكون ممثل ولا مخرج. صحيح، مش نجم تكون متفرج ناجح. صحيح. أعطينا متفرجين ناجحين. أنا نعقب على كلام مروان، فما حالات نتاع مرضى نفسانيين اللي صاروا دي شوك قبل في الحياة، فما اللي تولد حشام ما يحبش يتكلم وما يحبش يكون يختلط بالعباد وما ينجمش يلقى روحه انه يدمج في هذه الحياة، وكاد ان يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة. فلان الطب النفسيين هذا هو في الغرب مش عنا، كي تهز الورقه نتاع الدواء تعرفش كاتب له عليك بممارسه المسرح، هذا الدواء اللي عطاه له طبيب معتبر قاري مثقف متضلع متميز في ميدانه، عطيه في الرشدة قال الراجل اقرا مسرح حاجه كبيره وعظيمه. موسيقى فن تشكيلي نحت تفننوا ابدعوا تفننوا، حياه راهي فرصه مره راهي خلنا نتمتعوا فيها يا اخويا بالفنون. شكرا والله. شكرا من روانتك صح. شكرا وائل. هاي يا سيدي هاك الطفلة شوها عرفتوها؟ هاك اللي لا خليت لا عاري لا لبس، وكل من يتبع على حصير قال خالي مصطفى. اخويا وجه اللين بها اللهم صل يعني بها له. هلا لا اليوم باش نحكي لكم على عرف، والله اللي نحكي على وائل. والله واحد يسأل ويجاوب وحده. فسر لك واش فسر لي. نحكي على كيفاش تتخرج من القراية تقول يا ربي سي بون كملت الحمد لله توا باش نلقى خديمة ونخدم على روحي. ونخدم على روحي. اي وين العرف؟ اي وين العرف؟ اي ما هو مفاجأة. مفاجأة. مفاجأة العرفة. مفاجأة. نمشي ونسمعوا العرف. هذا بنظرية مريم. فقرة مريم. احنا خطينا. فقرة فقرة مريم والنظرية نظرية مريم. تفضل سي بسة. اللي يقول تكوين في اللغات فورماسيون دو لانغ يقول سوس لانغ ايفيدامون سوس لانغ دي بروفيسور اوتمون كاليفيي اي ا فوتر ايكوت سوس لانغ دروس لجميع المستويات والاعمار.